إلى هذا التقرير. يبدو أن صفقة القرن أصبحت في مخاضها الأخير، فعراب صفقة جاريت كوشنر، صهر ترامب والمبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات بدأ جولة تشمل الأراضي المحتلة والأردن والسعودية ومصر وقطر لعرض اللمسات النهائية لصفقة القرن تمهيدا لتنفيذها. طبقت الصفقة في البيت الأبيض بمباركة من بعض الدول العربية، لكن من يدفع ثمن التكاليف؟ صحيفتها أرتس العبرية نقلت عن مصادر صهيونية وعربية قولها إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستطلب من دول الخليج تقديم تمويل مالي بنحو مليار دولار بذريعة معالجة الأزمة الإنسانية التي يعاني منها قطاع غزة من خلال إقامة مشروعات في منطقة شمال سيناء. عن 720 كيلومتر مربع من سيناء بشكل مستطيل، طول الضلع الأول 24 كيلومتر على ساحل البحر الأبيض المتوسط من رفح غربا حتى حدود العريش. موافقة إسرائيل على إجراء تغييرات محدودة بالملحق العسكري لكامب ديفيد كمان من شان مخاطبة الرأي العام المصري اللي هلأ عارف أنه هاي الكامب ديفيد مين على الجيش المصري، أنه طب تعوا نرجع نحكي بالملحق العسكري السري اللي لم يعلن. إذن ملامح الصفقة أصبحت واضحة، لا قدس ولا حق لعودة اللاجئين الفلسطينيين، وما سيجري هو السماح بحكم ذاتي للفلسطينيين على الأجزاء المتبقية من الضفة، والسماح بكيان فلسطيني على غزة وأجزاء من شمال سيناء المصرية. هذا ما اتفق عليه أربعة قادة وخامسهم السيسي. تأتي جولة كوشنر في ظل انقطاع أي تواصل بين واشنطن والسلطة الفلسطينية بعد قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة. في الوقت ذاته يسعى البيت الأبيض لإبقاء الضغوط على السلطة الفلسطينية من خلال تجميد المساعدات الأمريكية المخصصة للفلسطينيين بنحو 300 مليون دولار. رغم ارتقاء ألاف الشهداء والتضحية بالغالي والنفيس من أجل القضية الفلسطينية، يستخدم ترامب سياسة العصا والجزرة بحق شعب مقاوم فرض عليه الحصار مقابل تمرير صفقة القرن. صفقة لم تعلن بشكل رسمي، ولكن الواضح أن خطواتها أصبحت متسارعة وربما ستخرج للنور في الوقت القريب. فهل يقبل بها الشعب الفلسطيني؟ وبذلك مشروعنا اليوم قائم على إفشال صفقة القرن. صفقة القرن تترنح، وأقول لكم تترنح،